Well, good morning. طاب صباحكم. Good morning, and I hope everybody can آمل find their seats أن تتمكنوا so بالتفضل بالجلوس حتى نبدأ بعد ثوان من الآن. نشكركم جزيل الشكر. Good morning. طاب صباحكم. My name is Wolfgang Ischinger. اسمي Wolfgang Ischinger. وإنه لا امتياز بالنسبة لي أن ننظم وأترأس مؤتمر ميونيك للأمن والذي هو واحد من شركاء منتدى الدوحة وأنا فخور جدا من هذا الأمر. في حقة الأمر مؤتمر ميونيك للأمن ودولة قطر حظي بعلاقة وثيقة لسبع أو ثمان سنوات لأن واحد من مشاريعنا خارج ألمانيا كان هنا في الدوحة في 2011 قبل سبع سنوات. إذن من دواعي السرور أن نكون هنا وسنناقش في الساعة القادمة مع نخبة من المتحدثين الرائعين وضع العالم والتحولات في مجال القوة وكذلك مدى التعطيل والمشاكل التي نجمت عن ما يجري وهذا يتعلق بنا جميعا سواء كنا في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أي في مكان أو أي مكان آخر. أيها السيدات والسادة اسمحوا لي وباقتضاب شديد لأنكم تعلمون أن هذا المتحدثين في هذه الجلسة لا يحتاجون إلى أي تقديم لكن دعوني أقدمها لكم. إن السيدة ماريا فرنانديز إسبينوزا لا تحتاج إلى أي تقديم هي تحدثت قبل دقائق من الآن وهي تمثل الرؤية العالمية إن صح القول كرئيسة حالية للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ووزيرة خارجية دولتها الإكوادور. على يسارها وزير خارجية دولة قطر ونائب رئيس الوزراء سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. هو تقلد مناصب مختلفة في وزارة الخارجية لديه خبرة في هذا المجال قبل أن أصبح وزير لخارجية دولة قطر وقبل سنة قبل أن يصبح نائب رئيس وزراء دولة قطر وهو كذلك رئيس هيئة استثمار قطر وكذلك صندوق التنمية. إذن هو هنا ليمثل الدولة المضيفة وبعد ذلك نذهب إلى إفريقيا. من دواعي سروري نقدم لكم رئيس وزراء الصومال سعادة السيد حسن علي خيري. عندما تنظر إلى سيرته المهنية بإمكانك أن ترى أن الصومال عاشت تاريخا صعبا ولقد قضى سنوات كثيرة من حياته كلاجئ وبعد ذلك عمل على قضايا اللاجئين في النرويج. سعادة رئيس الوزراء من دواعي سرورنا أن تكون معنا هنا في هذه الجلسة وأخيرا وليس آخرا نرحب بوزير خارجية رومانيا. رومانيا لأقل من ثلاثة أسابيع ستكون رئيسة الاتحاد الأوروبي. إذن معكم أكبر ممثل للاتحاد الأوروبي لستة أشهر القادمة. من دواعي سرنا تكون معنا السعادة وزير خارجية رومانيا السيد ميلس كانو. عمل كوزير خارجية عندما كنت دبلوماسيا في بدايتي في بلدي. من دواعي سروري أن تكون معنا سعادة الوزير. لقد اتفقنا على أننا لن نقدم خطابات مطولة لكن ما فكرت به هو أننا سنحاول أن نتحدث قليلا ليس فقط عن الأخبار السعيدة أن كثيرين خرجوا من
الخبر السعيد هو خروج الناس من حالة الفقر ووضع حد للأمراض وما إلى ذلك. نحن نرى بأعيننا ونحن نتحدث في الوقت الحالي نرى عدد مخيف من النزاعات الدموية وكذلك غياب وفقدان للثقة في هذه المنطقة، وهذا كذلك ينطبق على الجزء الذي نعيش فيه العالم وكذلك الجزء الآخر الذي تعيشون به. عندما نفكر في الأزمات الجارية في أوكرانيا ولدينا إطلاق النار في قلب أوروبا كذلك، إذن السؤال الذي يطرح: كيف بإمكاننا أن نتعامل مع هذه التغييرات وتحولات في القوى سريعة الوثيرة في العالم؟ ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية ودورها التقليدي؟ هل سنعيش دون هذا الدور الرائد الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة من الزمن؟ وماذا عن الصين التي تلعب دورا أساسيا فيما يتعلق الأمر بالسياسة؟ ماذا عن روسيا؟ ماذا عن تركيا؟ ماذا عن إيران؟ وزير خارجية إيران معنا هنا اليوم. ماذا عن المشاكل الموجودة هنا في المنطقة؟ الحصار على قطر وما إلى ذلك. ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟ ما هي التوقعات من هذه المنطقة حيال أوروبا؟ هل نحن نقوم، نفعل ما يكفي، نساهم بما يكفي فيما يتعلق الأمر بإدارة والوقاية من النزاعات وما إلى آخره؟ إذن دعونا نركز ليس كثيرا على ما حدث ولماذا حدث، وإنما دعونا نركز على الأشياء التي نحتاج أن نقوم بها من قبلنا وكذلك من قبل القوى الكبرى التي ربما قد لا تكون كلها موجودة هنا في هذه القاعة. ما يجدر به أن يحدث حتى نعيد تأسيس الثقة، حتى يتسنى لنا أن ندير النزاعات بشكل أفضل، حتى ننهيها بشكل سريع، أو حتى نقوم بالوقاية منها قبل اندلاعها. معنا بالطبع رؤية من منطقة الشرق الأوسط ورؤية عالمية من رئيسة الجمعية العامة، لدينا رؤية من إفريقيا وأخرى من أوروبا. وإن سمحت لي سيدتي الرئيسة، أريد أن أبدأ بممثل الدولة المضيفة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. رجاء فلتطلعنا على بعض الآراء. ما هي توقعاتكم فيما يتعلق بالمنطقة وبنا جميعا؟ شكرا جزيلا سعادة السفير وولفغانغ. في بادي الأمر اسمحوا لي أن أرحب بكل الضيوف الممثلين هنا، ومن دواعي سرورنا نستضيف النسخة 18 لمنتدى الدوحة مع هذا الجمهور المميز. نحن نرحب بمساهمات الجميع، الجميع الذين يشاركون معنا اليوم وغدا في هذا المنتدى. نحن نعتقد أن هذا يخدمنا منصة للحوار والتفاعل، منصة بإمكاننا أن نطرح فيها بعض الأفكار ربما لن يتم تبنيها من قبل بعض الحكومات، لكن على الأقل بإمكانها أن تكون منيرة بالنسبة للكثير من صناع القرارات. سعادة السفير، لقد أشرتم إلى دور الدول الكبرى مثل الصين، روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية والتغير في الدينامية في الاتحاد الأوروبي. كما هو موضوع هذه الجلسة إعادة النظر في النظام العالمي، الجهات الفاعلة القديمة، التحالفات الجديدة. نعم نعتقد ذلك، لكن هذا الأمر ليس أمرا جديدا. هذه حلقة أو دورة تتغير وتدور في كل في عدد من السنوات وكذلك العقود، لكن الحلقة ربما أصبحت أقصر لعوامل كثيرة. لكن إذا ما فكرنا في التكنولوجيات والتواصل والاتصالات المختلفة التي هي كانت عاملا مساهما لتضييق حلقة هذه الدورة، دورة التغيير. الآن المعلومات لا تحتاج إلى أشهر أو أيام حتى تنتقل من الصين إلى الولايات
الولايات المتحدة تحتاج إلى جزء من الثانية لتصل إلى وجهتها. نعتقد أن هذا عامل يساهم بشكل كبير جدا في التغييرات المتعلقة بالنظام العالمي وكذلك رؤى الدول المختلفة عندما يتعلق الأمر بالتشكيل لهذه التحالفات. عندما نشير كذلك إلى كيف استبدلت هذه التحالفات الإقليمية بتحالفات عابرة للقارات، هذه التحالفات لا تزال مفيدة ومهمة لأن الأقاليم دائما تتبادل نفس مباعث القلق والمصالح، كلها لديها تهديدات مشتركة فيما يتعلق بشعوبها، وما تتأثر به منطقة تتأثر بها الدول الأخرى والأمم الأخرى. نحن نعتقد بأن هذا النظام، نظام الحوكمة ككل ما بين هذه التحالفات لابد من إعادة مراجعته. هنا بإمكاننا أن نساهم، وهذا لا يتعلق فقط بمساهمة القوى العظمى والبلدان الكبرى، وإنما كل الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء كجزء من المنطقة. إن بلدان كانت موجودة هنا قبل 30 سنة في المشهد، ولقد استمعتم وعلمتم عن قطر على أنها دولة قطر هي دولة صغيرة في شبه الجزيرة العربية، نقطة صغيرة في الرمال. معظم الجمهور من الغرب ربما لم يسمعوا بقط بدولة قطر، لكن بعد 30 سنة الجميع يعرف بدولة قطر على أنها منارة التنوير في المنطقة. لقد جلبنا نظام تعليم جديد وكذلك جلبنا طريقة جديدة فيما يتعلق بحرية الإعلام وحرية التعبير، جلبنا كل هذه القيم الجديدة إلى هذه المنطقة. هذا الشيء كانت دولة قطر الرائدة فيه. لكن عندما تفكر في دولة قطر كمنصة للطاقة وتوريد الطاقة إلى العالم، نحن ننعم بموارد، لكن كذلك نحن نجلب الإضاءة مثلا من اليابان إلى المملكة المتحدة من خلال الموارد وتوريد الغاز الطبيعي المسال. عندما نفكر في الصومال كذلك، الصومال دولة تعاني من حرب أهلية، لكن إذا ما نظرنا إلى الصومال في السنوات القليلة الماضية، هناك إصرار وقيادة ترمي إلى تغيير الوضع الراهن وكذلك جلب السلام والتنمية. سعادة رئيس الوزراء سعادة السيد حسن خيري وكذلك الرئيس فرماجو كذلك يرمي إلى إعادة بناء بلده الصومال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة رأس المال البشري من خلال استعادة من ذهبوا ومن يعيشون في الشتات، إعادة دعوتهم للمشاركة في الاقتصاد. رومانيا قبل 30 سنة كانت منحصرة خلف ستارة حديدية، لكن بعد 3 أسابيع من الآن فإنها ستقود لصياغة السياسة الأوروبية. الإكوادور بالإضافة إلى صادراتها للشوكولاتة وكذلك الزهور الجميلة، هم ممثلين للجمعية العامة، معنا رئيسة الجمعية العامة. هذه الدولة تساهم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، ولديها أجندة أن ما يهم الدول الصغيرة وجعل الأمم المتحدة ذات صلة بهم جميعا. إذا ما نظرنا إلى الفاعلين والتحالفات كلها مختلفة، إذا ما نظرنا إلى التحالفات العابرة للقارات كذلك مختلفة، ما يجعل هذه العوامل مختلفة هي أننا نؤمن أن مساهماتنا والطريقة التي من خلالها بإمكاننا أن نشارك في صياغة مستقبل هذه التحالفات الإقليمية الجديدة، في صياغة
صياغة الحوكمة في الدول في هذه المنطقة. نحتاج إلى ترتيبات جديدة في هذه المنطقة ومناطق أخرى، وفي مناطق أخرى تحتاج إلى مشاركة كاملة للدول، وكذلك الامتثال لنظام حوكمة يكون ملزم لكل الدول، والجميع لابد أن يحترم هذه القواعد التي تقوم أو تقود هذه الدول. إذن نحتاج إلى المناطق، نحتاج إلى الأمم المتحدة، نحتاج كذلك إلى المظلة الإقليمية. ليس الأشياء التي ليس إمكاننا نحلها تحت المظلة الإقليمية تتم إحالتها إلى الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار حيالة. إذن هذا وقت عصيب، لكن نعتقد أنه بإمكاننا أن نساهم بشكل إيجابي في هذا الوقت العصيب. شكرا جزيلا صاحب السعادة. أريد أن أطرح عليكم بعض الأسئلة بالنسبة إلى الحصار الجائر الذي تعاني منه دولة قطر. هل أخبرتنا لو سمحت بما إذا أو هل أخبرت هذا العالم الخارجي، نحن في أوروبا في الأمم المتحدة، هل نقدم لكم ما يكفي من المساعدة لكي تتمكنوا من تخطي هذه الصعوبات الكبيرة بالنسبة إلى دولتكم؟ هل ترون أن العالم الخارجي يساعدكم أم أنه منحاز برأيكم؟ أخبرونا عن الوضع لو سمحتم. إذا نظرنا إلى أزمة دول مجلس التعاون وخلفيتها، الجميع يدرك الآن أنها أزمة لا أساس لها، كانت مستندة إلى أكاذيب وجريمة وتلفيق الأخبار وخلق هذه البروباغندا من أجل نشر الذعر بين الناس، والتكنولوجيا طلعت بدور كبير وبارز في هذه الأزمة. إنها حرب سيبرانية، حرب اقتصادية، ونرى أن هناك عناد كبير في الأشهر الأخيرة تبين، فما من تفاعل، ما من حوار يربطنا أو يجمعنا بدول أخرى من مجلس التعاون. إذا نظرنا إلى مواقف الدول المختلفة ولا سيما الغرب والولايات المتحدة وغيرها، نحن نتفهم تماما أن كل هذه الدول ومصالحها مرتبطة باستقرار دول مجلس التعاون ككتلة خليجية، ونحن نعتقد أننا أهم وأكثر إفادة ككتلة لدول الغرب مما سنكون عليه إذا كنا مقسمين ومشردمين، وهذا موقف صعب تعانيه الدول. نحن نتفهم ذلك تماما، وندرك أن هذه الدول لها مصالحها مع كل من دول مجلس التعاون، ولكن ما لم يعجبنا ولا سيما في بداية فترة الحصار، رأينا هذه القيم التي يعتمدها ويروج لها الغرب لم يكن لديه مشكلة في التخلي عنها أو بالأحرى في تعريضها للخطر، ولم يأتي أحد على ذكرها. وهذه رسالة وجهناها مباشرة إلى الغرب حين رأينا أنهم لا يثيرون مسألة انتهاكات حقوق الإنسان ولا يشجعون على حل كل هذه المشاكل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي عانينا منها. تابعنا مسارنا، استمرينا بعملنا الاقتصادي وبحياتنا بصورة عامة، فنحن وجدنا لنا مسارات تجارية أخرى، مسارات ملاحة جوية مختلفة، وتابعنا عملية النمو الاقتصادي، ولكن لا تزال المسائل والمشاكل الاقتصادية قائمة. الجانب الاجتماعي لا يزال قائما. لم نرى الكثير من الجهود من الدول الغربية تشجع على حل المشاكل الاجتماعية وتشرذم العائلات. نحن لا نزال نعتمد على منطقتنا، ولا نزال نعول على أن تتمكن المنطقة من تخطي هذه المشاكل. اطلع صاحب السمو أمير الكويت بدور قيادي كبير في احتواء هذا الوضع وفي تهدئة هذا الوضع، ونحن نثمن له كشعب وكدولة هذه
الجهود الجبارة، وسوف نستمر على التعويل على دور دول أخرى أيضا في المنطقة، ونعول على رشد الدول الأخرى من أجل تخطي الأزمة. لقد صار هذا الجرح عميقا جدا بين أفراد الشعب، وبالتالي لن يكون من السهل أن نضمد هذه الجراح سريعا، ولكننا لا نزال نؤمن بأن التفاعل والحوار من شأنه أن يردم الهوى، من شأنه أن يعيد بناء هذه العلاقة على أساس سيادة كل دولة، على أساس المصالح المشتركة بين الدول، ونؤمن بأن الدول من شأنها أن تجتمع مجددا في وجه هذه المصاعب. شكرا جزيلا سيدي. سعادة الرئيسة، تحدثت عما يحصل في الأمم المتحدة على المستوى العالمي، تحدثت عن جهودك الشخصية، ولكن لنكن صريحين هنا، مرت 7 سنوات على الحرب في سوريا، مرت 4 سنوات على الأزمة في أوكرانيا، الصومال تشهد حربا أهلية، لدينا عدد كبير من الأزمات والصراعات والنزاعات الأخرى التي لم يتم حلها بطريقة ناجحة أو فعالة. أخبرينا لو سمحت عما يجب أن يحصل برأيك لكي تتمكن الأمم المتحدة بما فيه الجمعية العامة ومجلس الأمن من أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها. شكرا. نشكر مدير الجلسة، أشكر الزملاء المتحدثين، سعادة الوزير، يشرفني أن أنضم إليكم. لقد ألقيت كلمة مكتوبة وهي الأمر الأسهل، ولكن حين توجهون سؤالا صعبا مثل الذي وجهتموه، هذا سؤال مباشر، لدي بعض الأفكار كإجابة، ودائما أسأل لماذا لا تحل الأمم المتحدة ولا تنجح الأمم المتحدة في حل هذا النزاع المستمر في سوريا مثلا، في اليمن؟ لماذا لا تنجح في حل أزمة الروهينجا في ميانمار؟ وكثيرة هي الأزمات والنزاعات، والعالم يتوقع من الأمم المتحدة أن تفي بالتزاماتها، ولكنني أعتقد أن الأمم المتحدة ما هي سوى انعكاس للأسرة الدولية. ولدي بضعة نقاط أود أن أشاركها معكم. نحن نعيش في عالم من التناقضات والمفارقات، لدينا التكنولوجيا، لدينا المعلومات، لدينا المعرفة لكي نقارب كل القضايا والأزمات التي نواجهها، ليس فقط الأزمات والصراعات والنزاعات، ولكن قضايا ترتبط مثلا بالتغير المناخي. التغير المناخي هو تهديد لوجودنا، إما نستمر في العيش على هذا الكوكب كجنس بشري أو نختفي ننقرض. كذلك هناك قضايا لها علاقة بالصحة والأمن الغذائي، مكافحة الفقر وانعدام المساواة. حين ننظر إلى النزاع والصراعات القائمة في عصرنا هذا، علينا أن لا ننسى ونجدد التزامنا بمبادئ الميثاق الذي التزمنا به منذ حوالي 70 عاما. يجب أن ننظر إلى هذا التداخل الوثيق بين الأمن والسلم من جهة، وجانب التنمية وجانب حقوق الإنسان. إذن هذه الركائز الثلاثة متكاملة، وهذه النظرة التي تجمعها فيما بينها هي ما ينقصنا. ربما هذا هو من الروابط المنقوصة هنا. برأيي أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 تساعدنا بشكل بارز لاكتساب هذه الرؤية الشمولية، هذه المقاربة المتكاملة. الرابط الآخر
الخطر الذي ينقصنا. حتى لو عرفنا ما يحصل ولدينا تكنولوجيا والمعلومات، لماذا لا نتصرف على أساسها؟ علينا أن نتصرف. ما يمنعنا من التحرك ومن مقاربة المشاكل الملحة في العالم، هذا كله مرتبط ارتباطا وثيقا بالإرادة السياسية والعزم السياسي. It's a very difficult issue. And how I think هذه قضية سياسية مطروحة. كلنا نطمح إلى نظام دولي على أساس القواعد. كلنا نريد هيكلية حكومية يمكنها أن تلبي حاجات الأقل حظوة والأكثر عرضة، ولكن هناك ما يمنعنا، وما من جواب بسيط حول ماهيته. Very concrete, you know, economic interest. سواء كانت المصالح الاقتصادية الملموسة، لننظر إلى سباق التسلح وكمية الإنفاق العسكري وتطوير التكنولوجيا المعقدة وما يقف وراءها من مصالح سياسية وعسكرية وأمنية، ما هي الإرادة السياسية؟ أحيانا يكون هناك عجز عند استخدام الحوار كأداة أساسية. سعادة الوزير تفضل بذكر ذلك قبل قليل. أود أن أذكر نقطتين. أولا، النقطة التي ذكرتموها صاحب السعادة بالنسبة إلى الحاجة الماسة إلى هذا التحالف الإقليمي، تحالفات إقليمية، حوار إقليمي، دور الحكومات المحلية، هذا كله بالغ الأهمية. كذلك أن نفهم أننا حين قمنا بصياغة ميثاق الأمم المتحدة منذ 73 عاما، فالجهات الناشئة لم تكن موجودة، صارت موجودة الآن، وبالتالي علينا أن نأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للمجتمع المدني، للقطاع الخاص، للقطاع الأكاديمي ومؤسساته والاتحادات والنقابات العمالية في العالم. إذن ليست أو لم تعد فقط مسألة الإرادة السياسية للدول الأعضاء. وأخيرا، نتحدث عن دور الأمم المتحدة. المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن تبع الأمم المتحدة تقضي بمقاربة وإيجاد حل لهذه المشاكل الأمنية. مؤخرا رأينا أن الجمعية العامة صارت تستلم عددا من القضايا التي يعجز مجلس الأمن عن حلها وتحاول أن تقاربها بهدف تسريع الاستجابة لهذه القضايا الملحة مثل القضية الفلسطينية. بالتالي أنا أعتقد أن الأمم المتحدة عليها أن تعزز وتقوي قدرتها على الاستجابة، ونحن نعتبر أن الأمم المتحدة هي بمثابة المظلة العالمية الأكثر تمثيلاً والأكثر ديمقراطية. وبالحديث عن الجمعية العامة، طبعاً نعتقد أنه بفضلها هي الأكثر ديمقراطية. علينا أن نعطي المزيد من السلطة لهذا البرلمان العالمي. الجمعية العامة هي البرلمان العالمي، هي المنصة التي ترسى فيها قواعد القانون الدولي، نستعيد فيها السيطرة على الأمور. علينا أيضا أن نرسي توازنا أفضل بين قوة ونفوذ مجلس الأمن والجمعية العامة وهي البرلمان العالمي، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإيكوسو. وبالتالي نحن بحاجة إلى تنفيذ عملية الإصلاح الطموحة التي أطلقتها الأمم المتحدة. ولهذا السبب، وحين تم اختيار موضوع هذا العام للجمعية العامة، حين قمت أنا باختياره، كنت مسرورة بأن أعتمد شعاراً أن نجعل الأمم المتحدة أكثر ارتباطاً بالشعب الذي نخدمه. يجب أن نكون أقرب إلى هؤلاء الشعوب، وعلينا أن نقرب هذه الشعوب أكثر من الأمم المتحدة. ليس هناك من أجوبة سهلة. برأيي النظام التعددي ونظام الحوكمة الدولي المبني على القواعد هو أشد ما نحتاج إليه في الأوقات الصعبة.
We are now listening. كذلك نحن الآن نستمع إلى كل هذه الروايات التي تقول إما نسير في مسار التعددية والعولمة الأمم المتحدة أو نخدم مصالحنا الوطنية المحدودة ونمارس سيادتنا الوطنية. بالنسبة إلى هذين المفهومين أنا لا أعتبرهما متناقضين، بل كل منهما يقوي الآخر. إذا كان لدينا نظام عالمي سلمي وديمقراطي وآمن، هذا يعزز قدراتنا على ممارسة سيادتنا وتنفيذ مصالحنا الوطنية. يمكن للمفهومين أن يعزز أحدهما الآخر. شكرا جزيلا. أود أن أعلم الحضور الكريم أنه خلال 10 دقائق أو أقل، وبعد أن نكون قد أعطينا المتحدثين الأخيرين فرصة الحديث، سوف نفتح المجال أمام الأسئلة والتعليقات. سؤالي التالي موجه إلى رئيس الوزراء الصومالي. أدعوكم سيدي إلى مشاركتنا أفكاركم حول موقفكم أنتم كمهاجر سابق في النرويج وخارج من دولة فيها حرب أهلية، كيف يمكن أن نتفادى تكرار ما عانيتموه في الصومال لمدة سنوات بسبب الحرب؟ سعادة رئيس الوزراء، شكرا جزيلا. سؤال جيد. في بداية الأمر أريد أن أشكر صاحب السمو وسعادة وزير الخارجية لكرم الضيافة. أريد أن أشكركم جزيلا الشكر، وهنا هذه السنة معكم، وهذا يوضح مدى أهمية إلى الأهمية الملات لهذه المنتديات وهذا المنتدى منتدى الدوحة. لكن دعوني أبدأ قبل الرد على سؤالكم. أريد أن أبدأ عندما يتعلق الأمر بعالم متصل ومترابط ببعض البعض، فإن الصومال توضح وتعطي مثالا واضحا. نحن البوابة ما بين إفريقيا والشرق الأوسط، نحن المنطقة التي تربط ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ولدينا عدد من دول الجوار، لدينا عدد من المهاجرين في إثيوبيا، ولدينا كذلك جيبوتي التي تتضمن 4 إلى 5 ملايين، كذلك في كينيا. هذا يجعلنا في موقع استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص يرون الصومال على أنها دولة عصفت بها الحرب، لكن من حيث الإمكانيات ومن حيث الموارد الاقتصادية والإمكانيات المختلفة من ناحية الفلاحة والزراعة والصيد البحري والموقع الجغرافي كموقع استراتيجي، وكذلك النفط والغاز والمعادن. إذن هذه الأمور تجعل الصومال في موقع استراتيجي. لكن الآن حتى يتسلل لنا أن نحافظ على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، نحن ليس بإمكاننا أن نفعل ذلك أو نحقق هذا التقدم إذا لم نعمل مع جوارنا أو دول الجوار مثل كينيا وجيبوتي وما إلى ذلك. تقدمنا مرتبط بتقدمهم، والآن كيف بإمكاننا أن نمضي قدما في هذا الاتجاه؟ لأننا نأخذ بنظر الاعتبار العلاقات التقليدية التي كانت موجودة مع إثيوبيا وكذلك العلاقات الموجودة حاليا مع إثيوبيا. إذن الطريقة التي نفكر بها هي كالتالي: هناك 7 مليون صومالي من أصول صومالية يعيشون في إثيوبيا، إذن هم إثيوبيون صوماليون. وإن لم تكن لدينا علاقات جيدة مع إثيوبيا، فهذا يعني في الواقع أننا لسنا لدينا علاقة جيدة مع الصوماليين. وثانيا، هؤلاء يشكلون أكبر سوق كشريك في مجال الأعمال، شريك محتمل في السنوات القليلة القادمة. إذن الطريقة الوحيدة لتأمين الحدود هي من خلال العلاقات القوية مع إثيوبيا. ننظر كذلك إلى حالة كينيا. إن
أعمالنا التجارية مرتبطة 100% مع كينيا، وكذلك تنميتنا الاقتصادية، وكذلك الاستدامة الأمنية. إذن الاستثمار في الصومال معنى ذلك الاستثمار في المنطقة، وكذلك تأسيس وإرساء الاستقرار في المنطقة. إذن كيف بإمكاننا أن نمنع أزمات كتلك التي عشناها في الصومال في 20 أو 30 سنة الماضية؟ إذن هذا يقودنا مرة أخرى إلى واقع الاستثمار. كيف نستثمر كقادة عالميين؟ الصومال اليوم هي في موقع أحرزنا فيه تقدم فيما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي والاقتصادي والنمو الاقتصادي، وهذه المنطقة كذلك ركزت على الإرهاب ومكافحة الإرهاب. ليس بإمكانك أن تهزم الإرهاب من خلال السبل العسكرية، وإنما كذلك من خلال الاستثمار في السياسة ومكافحة الفساد، وكذلك خلق فرص العمل، وكذلك تمكين المرأة من خلال إرساء أنظمة يكون فيها أمل الأشخاص وتطلعاتهم من خلال هذه الأنظمة، أنظمة يتعرفون عليها. إذن كيف يعكس العالم الذي نعيش فيه اليوم الواقع الحالي؟ كيف بإمكاننا أن ننظر إلى التحالفات التي يتم إرساؤها، التحالفات الجديدة؟ المسألة الأخرى التي نحتاج أن ننظر إليها هي كيف بإمكاننا أن نتعامل مع الحماية، السياسات الحمائية والأحادية المتنامية بشكل كبير جدا عالميا. كيف بإمكاننا أن نواجه المنافسة التي تستبدل ما يسمى بالتعاون؟ كيف بإمكاننا نجد حلولا للواقع الحقيقي والفعلي؟ المؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن هل فعلا هي تعكس الهياكل الحقيقي للعالم؟ هل هي تفي بالتحديات التي نواجهها؟ هذه من الأسئلة التي نحتاج أن نجد إجابة لها. بالإضافة إلى ذلك، كيف نتعامل مع مؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي التي أصبحت بشكل متزايد مهمة، وكيف بإمكاننا أن نؤكد على مثل هذه المنظومة؟ التحدي الأساسي الذي نراه من جانبنا هو كيف بإمكاننا أن نغير كل السرديات الموجودة. الناس لديهم رؤية حول الصومال على أنها أمة القرصنة والإرهاب. الأمور قد تغيرت. إن أولويتنا رقم واحد، الأولوية الأولى، هي كيف بإمكاننا أن نجعل العالم يفهم لابد أن لا ينظر إلى الصومال على ما كانت عليه سابقا، وإنما ما بإمكانها أن تكون عليه في المستقبل حتى نساهم في هذا العالم. شكرا جزيلا، رائع، شكرا شكرا. للتعليقات الأولية الأخيرة نريد أن نعطي الكلمة لممثل أوروبا سعادة وزير الخارجية. رأيي ولفترة طويلة من الزمن كان هو أن منظمتنا لا وهي الاتحاد الأوروبي لم تعمل بالطريقة التي يجدر بها أن تعمل من أجل الدفاع وتمثيل مصالح 500 مليون شخص. أين هو الاتحاد الأوروبي مثلا بالنسبة للنزاع السوري؟ إذن أين نقوم بأعمالنا وأدوارنا من خلال القوى الاقتصادية والجهود التي نبذلها لحل النزاعات؟ دولتكم، حكومتكم، أنتم ستتقلدون دون إدارة الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة القادمة. أطلعنا عن رأيك وكيف تريد أن تمضي بالاتحاد الأوروبي قدما في الستة أشهر القادمة، لأن هذا الأمر سيكون مهما للغاية عندما نفكر فيما سيحدث في الستة أشهر القادمة في أوروبا مثل بريكسيت أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. لدينا كذلك سلسلة من القضايا الأخرى. لن أصيب الجمهور بالملل من خلال حديثي عن هذه القضايا والتحديات. نعم، شكرا جزيلا. في بادئ الأمر اسمحوا لي بأن أخبركم بأنني فعلا أتشرف لأنه تمت دعوتي لحضور هذا المنتدى، وأريد أن أطلب من سعادة الشيخ محمد بأن يبلغ صاحب السمو عن امتناننا لتنظيم الرائع وكذلك الضيافة التي حظينا بها.
إذن اسمحوا لي بأن أفتتح وبشكل مباشر أتناول الموضوع الذي أشرت إليه. من منظوري فإن المشروع الأكثر طموحاً هو إنشاء الاتحاد الأوروبي. لأول مرة دول مختلفة أحياناً تواجه حروب ونزاعات وأزمات، هذه الدول تمكنت من إرساء وحدة مبنية على سوق واحدة، وكذلك وحدة جمركية وحرية تحرك الأشخاص والأفراد والسلع ورؤوس الأموال وما إلى ذلك. هناك كذلك شيء يصعب علينا أن نتخيله، الكثير من الدول قبلت بأن يكون هناك عملة موحدة والتي تعتبر واحدة من الأمور الأساسية بالنسبة للسيادة الوطنية بالنسبة لكل دولة. لا بد أن أقر هنا بأن الاتحاد الأوروبي هو المشروع الأكثر نجاحاً فيما يخص القضايا الدولية، لكننا كذلك ندرك في كل يوم بأنه ليس بإمكاننا أن نقوم ونحقق الكثير من الأشياء دون ما علاقة قوية مع شركائنا عبر الأطلنطي وشركائنا من الشرق والغرب. لابد ألا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه قصر محصن أو حصن، نحن لدينا الكثير من الشركات ونحتاج لهؤلاء الشركة. إذن في من هذا المنظور نحن نواجه نفس مواطن الخطر والتحديات كما هو الشأن بالنسبة للدول الأخرى. لذلك الاتحاد الأوروبي لابد أن يهتم بإيجاد حلول لكل هذه القضايا. لقد أشرتم إلى بعض الأوضاع المحددة التي لم يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي إمكانياته وقدراته الحقيقية حتى يشارك في مثل هذه القضايا. من هذا المنظور وبالنسبة لرئاستنا، لقد أعلننا هذا الأسبوع الأولويات بالنسبة لرئاستنا للاتحاد الأوروبي. هناك عنصران أساسيان من منظور رومانيا يشكلان أولوية. المنظور الأول هو تأمين الاتحاد الأوروبي من الداخل والخارج، إذن أولوية الأمن، وكذلك تحويل الاتحاد الأوروبي على أنه فاعل ولاعب عالمي، ولدينا كل الإمكانيات لنحقق ذلك بشرط أن تكون لدينا الإرادة السياسية للقيام بذلك. ومن هذا المنظور واحدة من أولوياتنا في رئاسة الاتحاد الأوروبي هو الربط مع الجزء الشرقي من القارة الأوروبية، وكذلك التطلع إلى العالم العربي، وكذلك وسط آسيا. وواحدة من القضايا التي لا تزال ذات الحية هي المشكلة ما بين دول الخليج. من منظورنا إن نوايانا ترمي إلى أن يكون هناك استضافة لفعالية يحضرها دول الأعضاء في دول الخليج، والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لإيجاد حل سياسي لهذه المسألة. أريد أن أقول أننا كنا منشغلين بكثير من الأزمات التي كنا نواجهها. دائما كنا ننظر إلى منظومة دول الخليج على أنها ركيزة أمن بالنسبة للعالم العربي، ومن منظورنا إن لم تعمل بشكل جيد فإنها قد تخلق الكثير من المشاكل في المستقبل. أنا واثق جدا بأن القدرات دولنا الدول المضيفة، أولا هذه القدرات والإمكانيات هي كبيرة، ونحن نتطلع مع الكثير من الأمل بأن نقوم بمحاولة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، ونحن ندعم مهمة الوسيط الكويتي ونأمل أن تمضي الأمور بشكل إيجابي. إن سمحت لي كما قلت منذ البداية، أنا سأكون
ذكيا فيما سأقوله فيما يخص وضع دولة قطر. إن الأزمة جلبت الكثير من الصعوبات لكن كذلك الكثير من الفرص. إذن قبل أسابيع كانت هناك زيارة لدولة قطر وفعلا صدمنا حيال التطور الكبير لبعض ركائز الاقتصاد. ولقد قمنا بزيارة مصنع للمواد الألبان، وقطر لا تغطي فقط احتياجاتها وإنما كذلك قادرة على التصدير لدول أخرى. هناك قضية أخرى مهمة جدا، هناك كذلك تركيز بشكل كبير جدا على فتح علاقات مع العالم، وأنا أثمن هذا الأمر لأن هذا يوضح أن البلد ليس بالضرورة أن تكون كبيرة حتى تلعب دورا مهما. أحيانا الجيش ليس المحاججة الوحيدة التي تكون أساسا فيما يخص العلاقات الدولية، لكن إن كانت لديكم الإرادة والذكاء المطلوب بإمكانكم أن تلعبوا دورا مهما للغاية، ونحن نعتمد عليكم. ورجاء فلتعتمدوا عليكم عندما يتعلق الأمر بإيجاد حل. من هذا المنظور كما قلت فإن الاتحاد الأوروبي نعم بإمكاننا نفعل المزيد. لدينا نظام يعمل من خلال ممثل الشؤون الخارجية، التزاماتنا كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي هو أن نساعد وكذلك نوفر كل الظروف المواتية. واحدة من الأولويات بالنسبة لنا وهنا أكرر هو أن نزيد ونعزز علاقاتنا مع وسط آسيا وكذلك دول الخليج والعالم العربي ككل. لذلك أنا واثق أننا سنكون قادرين على القيام بذلك، وسنستضيف اجتماع رفيع المستوى في 9 مايو في سيبيو، والموضوع الأساسي الذي سنقوم بمناقشته، طبعا هذه قمة غير رسمية، الموضوع الأساسي الذي ستتم مناقشته هو مستقبل أوروبا. ما عسى أوروبا أن تقوم به حتى تلعب دورا أكثر أهمية أخذ من الاعتبار عدد السكان والدور الذي تلعبه في الاقتصاد الدولي وكذلك التطورات المختصة بمجال الأمن والسلام. دعوني أخبر المشاركين من منظورنا هذه سيعتبر قرار أساسي ومهم. كان دائما يرمي إلى أن يكون هناك استراتيجية للدفاع ولدينا الأدوات ولقد قررنا أن نستخدمها ورومانيا ستساهم في ذلك. شكرا جزيلا. لدي إعلان مفاده أنه في منتصف فبراير في ميونخ حيث سيجتمع الكثير منكم في مؤتمر ميونخ للأمن. هذا خير مكان تطلقون فيه وتحضرون فيه لمؤتمركم. معنا بعض الوقت، أقل من 10 دقائق، لنتلقى بضع أسئلة في الصف الثالث. باستعمال الميكروفون لو سمحتم، وحددوا ما إذا كان هذا السؤال إلى كل المتحدثين أو إلى متحدث على وجه الخصوص، وليكن السؤال موجزا لو سمحتم. Is there a microphone? Thank you. I'm Kazem Sajjadpour from Iran. I was impressed by the panel. وقد عجبني ما تفضل به المتحدثون. السؤال الذي طرحتموه أو مجموعة الأسئلة التي طرحتموها في البداية، أحد أبرز هذه الأسئلة كان له علاقة بالولايات المتحدة ولم يذكر أحد الولايات المتحدة. سؤالي هو حين نتحدث عن التعددية can manage the new عن الأحادية، أريد أن أسمع منكم كيف يمكن أن نتقبل مقاربة الولايات المتحدة. The question number one over there, please.
Hello, my name is Al Olyom. I'm from the European Union. أنا أتي من وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض ويغطي أيضا دولة قطر. أريد أن أسألكم عن التبعات الأكبر لأزمة الخليج ولا سيما البحر الأحمر. معنا رئيس وزراء الصومال. لقد لاحظنا بعض التنافسية بين دول الخليج لتأثير في دول البحر الأحمر ولا سيما أن الرياض مؤخرا أنشأت المجلس الإقليمي للبحر الأحمر. هل يمكن أن يتحدث أي منكم عن الموضوع؟ اسمي سامي العريان من تركيا. سؤالي موجه إلى الأمم المتحدة. حين أنشأت منذ 73 عاماً كانت تعكس هيكلية السلطة أو النفوذ في تلك الفترة. تغيرت الأمور اليوم. كيف يمكنها أن تبقى ذات صلة مع الشعوب إذا كان هناك دولة واحدة تسيطر على أجندتها وتفرض إرادتها ولا تنجح في حل أي مشاكل؟ لهذا الناس لا يرون فيها أهمية. لا سيما بالنسبة إلى الوضع في فلسطين أو الوضع الفلسطيني. سؤال موجه إلى سعادة رئيس الوزراء حول التطبيع. مبادرة السلام العربية قالت في الأساس أنه لن يحصل أي تطبيع حتى الانسحاب. اليوم نرى بعض دول الخليج أو غيرها تتخطى مسألة الانسحاب وتنتقل مباشرة إلى تطبيع. كيف يؤثر ذلك على الوضع الأمني العام في المنطقة؟ وبالنسبة إلى سعادة وزير خارجية رومانيا، لماذا لا يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات وإجراءات أكثر قوة وتأثيرا بالنسبة إلى القضية الفلسطينية؟ لماذا يعطي دائما الدعم لإسرائيل ويحذو حذو الولايات المتحدة وذلك في أصوات مختلفة أو عمليات تصويت مختلفة في مجلس الأمن؟ نسمع الآن السؤال الأخير. Yes, thank you. My name is Abdullah Baboud. شكرا. اسمي عبد الله بعبود من عمان. I don't want to turn this into an EU or European bashing. حكي كثيرا عن الاتحاد الأوروبي ونقد كبير للاتحاد الأوروبي. سؤالي لكم، ما الذي فعلته أوروبا للمنطقة؟ سمعنا الكثير من السياسات غير المتناسقة المتنوعة، سياسة متوسطية، سياسة مع دول مجلس التعاون، سياسة تجاه العراق، سياسة مع اليمن، ولكن ما من تنسيق وتناغم فيما خص المنطقة بصورة عامة. ماذا يمكنها أن تفعل خلال هذه الأزمة لمزيد من التكامل والتعاون بين دول المنطقة؟ بناء عليه، ما تبقى من مجلس التعاون، علما أن مجلس التعاون هو يقوم على القواعد، بعد هذه الأزمة، هذا الحصار الذي ينتهك كل الاتفاقات التي تم توقيعها ولا سيما اتفاقية السوق المشتركة التي تتيح تدفق وحركة السلع والخدمات والأشخاص والرسميل بدون أي حدود. أتت هذه الأزمة وقودت ذلك. ماذا تبقى من مجلس التعاون وكيف للناس أن يحترموه إذا لم يحترم اتفاقاته وقواعده؟ كثرت الأسئلة وقل الوقت. أنا أعطي كل منكم دقيقة واحدة فقط لسؤال حاد. لا تحاولوا الإجابة على كل الأسئلة، اختاروا سؤالا أو سؤالين فقط. نبدأ مع سعادة الرئيسة، تفضلي سيدتي. باختصار وخلال دقيقة واحدة، وهذا تحدي فعلي، سأجيب على سؤال موجه مباشرة إلى الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن العالم تغير. نعم، حين قمنا بصياغة ميثاق الأمم المتحدة منذ 73 عاماً تغير العالم. أمامنا تحديات جديدة، قضايا جديدة مطروحة على الأجندة، ولكن المسائل أو المبادئ هي نفسها. الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، هذه هي ركائز التي يجب أن نركز عليها وأن نفي بعهودنا حولها لكي نكون ذات أهمية بالنسبة إلى
إلى الشعوب. السؤال هو بالنسبة إلى الأمم المتحدة ولما لا تحرك بالنسبة للقضية الفلسطينية. الجمعية العامة اتخذت سأعطيك مثالين. جلسات عامة طارئة السنة الماضية حين اتخذنا القرار بإعادة أو حين اتخذ القرار بنقل السفارة إلى تل أبيب، هذا مسألة لم تحل في مجلس الأمن، بل جاء طرح الموضوع في قضية خاصة طارئة في الجمعية العامة، ورأينا نتيجة التصويت حيث أن التصويت دعا إلى احترام مبادئ القضية الفلسطينية. والسنة الماضية أو الأسبوع الماضي طرح مشروع قرار بالنسبة إلى حماس من قبل الولايات المتحدة، وأجرينا عملية التصويت في الجمعية العامة ولم يتم تتم الموافقة على هذا القرار من قبل الغالبية. ما أقوله أن الجمعية العامة هي البرلمان الإنساني وهي الهيئة التي ترسي المعايير، ويمكننا أن نحدث فرقا. لماذا؟ بالتحديد لأن كل دولة عضو في الجمعية العامة كلنا على قدم المساواة، كلنا أمامنا ميكروفون لكي نتحدث، كلنا لدينا الحق بالتعبير عن صوتنا، 193 دولة بالإضافة إلى الدول المراقبة، وكلنا أمامنا زر واحد للتصويت. بالتالي هذا البرلمان، برلمان أجل الإنسانية، يجب أن يحسن أدائه. نحن في صدد تعزيز وإنعاش عمل الجمعية العامة، ولكنها الهيئة الأكثر ديمقراطية وتحققت إنجازات كثيرة ومكاسب كثيرة، لن أعددها، ليس لدي الوقت، ولكن تغير المناخي، أهداف التنمية المستدامة، الاتفاقية أو المعاهدات الدولية حول نزع السلاح، أيضا هيئات حقوق الإنسان بالنسبة إلى اتفاقيات الأشخاص مع ذوي الإعاقة. إذن نحن نركز أكثر على الثغرات والتحديات، وأنا ملتزمة تماما بجعل الأمم المتحدة أكثر صلة وقربا من الأشخاص الذين نخدمهم. لسوء الحظ يداهمنا الوقت، تفضل سعادة وزير الخارجية. شكرا جزيلا، آمل أن أتمكن من الإجابة على كل الأسئلة، ولكن الوقت يداهمنا طبعا. سأجيب على سؤالين، أو لدي تعليقان بالأحرى سريعان. أولا بالنسبة إلى الشرق الأوسط ومبادرة السلام، وثانيا اتفاق دول مجلس التعاون، هذه الأكثر أهمية بالنسبة إلينا. بالنسبة إلى المبادرة العربية للسلام، هذه مبادرة دعمتها كل الدول العربية، وهي تشرط الاعتراف بإسرائيل بانسحابها من أراضي 1967. ولكن منذ إطلاق هذه المبادرة العربية للسلام لم يحصل أي خرق وأي إنجاز في المفاوضات، ولا شيء يبرر ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني العزل في الأراضي الفلسطينية. ونرى أن الكثير من الدول العربية تختار مسار التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية. نحن نعتبر أن القضية الفلسطينية ستبقى في جوهر وفي أساس العلاقة بين كل دولة شرق أوسطية وإسرائيل، بالرغم من كل ما يحصل من تبادلات وتواصل بين الدول. فهذه القضية سوف تعزز السلام في نهاية المطاف، ولكن التطبيع الكامل لا نراه مثمرا إلا إذا تحققت شروط المبادرة العربية للسلام بالنسبة إلى سلام مستدام. بالنسبة الآن إلى أزمة دول مجلس التعاون، هذا التحالف الإقليمي تعرض لهزة بسبب ما حصل من حصار.
قلنا بالنسبة إلى التحالفات الإقليمية، هذا التحالف الإقليمي بحاجة إعادة صياغة، إعادة هيكلة. نحن بحاجة إلى نظام حوكمة جديد. هناك مشاركة، يجب أن يكون هناك مشاركة كاملة لكل الدول في إعادة صياغة هذه الهيكلية، ويجب أن تكون هيكلية ملزمة لكل الدول. اليوم دول مجلس التعاون، مجلس التعاون بالسكرتارية بالأمانة العامة، ليس لديه أي قوة. الآليات موجودة ولكن لم يتم تفعيلها. بعض الدول تعتبر أن هذه الآليات غير ملزمة بالنسبة إليها، ولكن علينا أن نحرص على أن تكون كل المبادئ والقواعد التي نلتزم بها هي ملزمة للجميع في منطقة الخليج، ويجب أن يكون هناك آلية واضحة لفض النزاعات تكون نتائجها ملزمة لكل الدول المسؤولة عن كل ما تقوم به. شكرا جزيلا سعادة رئيس الوزراء. باختصار لو سمحتم، وإلا أنا أتحمل تبعات من اللجنة المنظمة لأننا نتخطى وقتنا. شكرا جزيلا. كما أسلفت، التحالفات الجديدة بدأت تنشأ وتولد نتيجة الصراع والنزاع، أو بحثا عن تأثير ونفوذ اقتصادي، أو بسبب الدخول في تنافسية. وبناء عليه، من الواضح الآن أن أي نزاع يقع في العالم له تأثير مباشر على كل العالم. مثلا تأثير أزمة الخليج تؤثر علينا نحن كاقتصاد وأمن ومجتمع. هذا يعني أن العالم لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي ويراقب حصول النزاعات والصراعات. And I hope now, with you taking the leadership, you will take that as an advantage. And in the case of Somalia, I would like to admit that European Union is actually investing in Somalia, and they are taking a leadership role. And we see that as an example of where the European Union as an institution is functioning. Finally, the world is as good as its leaders. And if we are not able to agree on global warming or preventive strategy on poverty, then I think it is time that we not solve a crisis, but come together as early stage so that we can debate all these issues. Thank you very much. The last word goes to Romania. Yes, I'll try to be extremely brief. There was a first question, multilateralism and bilateralism. It's obvious that the big economies, the biggest economies in the world, they are more tempted to work on a bilateral level in comparison with the multilateral level. That's why, from our point of view, the European Union is one of the strongest supporters of the idea of the multilateralism and will continue to promote it, even if sometimes there are problems in the relations with even some of our important partners. Secondly, Palestinian question. I think it's wrong to say that the European Union was taking the side of Israel in comparison with Palestine. On the contrary, I can assure you that the peace process in the Middle East at the level of the European Union is one of the top priorities. We are waiting, of course, to have a peace plan, maybe. نحن ننتظر وجود خطة سلام بحلول شهر أبريل من قبل الأمم المتحدة، ولكن الاتحاد الأوروبي بدأ يجهز ويستعد لبعض المبادرات بالنسبة إلى حركة الأشخاص. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المقاربة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي تستند إلى فكرة دولتين تعيشان بسلم وأمن في المنطقة. في الأمس
عقدت اجتماعا مع سعادة رئيس الوزراء ماكي من فلسطين مع عدد من الوزراء وتحدثنا عن اتفاقات في المجال التعليمي والصحي والمسائل الثقافية. إذن كان نقاشي معه مفيدا ومثمرا، ومن الواضح أن الفلسطينيين مستعدون للدخول في عملية حوار بدعم الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي سوف يقدم دعمه. بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، كما قلت من وجهة نظري المقاربة الوحيدة هي من خلال المفاوضات السياسية، ولكن علي أن أضيف أن هذا يجب أن يحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي ولا سيما المساواة بين كل دول الأعضاء في هذا المجلس. شكرا. Could I ask the audience to give a round of applause to this panel? أطلب التصفيق لمتحدثينا لو سمحتم. I want to thank all four of you for these really. شكرا جزيلا على هذه الجلسة المشوقة وعلى هذه المساهمات المثيرة للاهتمام. كانت لمحة عامة سريعة عن أكثر المستجدات وأكثر القضايا إلحاحا يمكننا أن نناقشها لساعات بدون ملل. أعتذر إلى اللجنة المنظمة على هذا التأخير البسيط، ولكنه كان يستحق العناء. And thank you to the panel for, if I can have your attention for just a moment. Thank you to the panel, thank you to the audience as well for very challenging questions. I can tell everyone wants a break. It is time for a break, but let me kind of set the table for you for what you're going to return to. بالنسبة إلى الجلسة ما بعد الاستراحة سيكون معنا Global Coalition Against ISIS. So if everyone could take a break for about 10 minutes. عدد من المتحدثين. Please be back at 11:05. نعود إذن بعد 10 دقائق. شكرا. And our sponsors, Qatar National Bank, Qatar Petroleum, and Ooredoo. Thank you very much. See you in 10 minutes, everybody.